شارك سعادة النائب أحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو خلال الشهر الجاري وأكد السلوم أن البحرين تؤكد التكاتف ووحدة الصف بين برلمانات آسيا وهي أسس ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة مشيرا إلى أن البرلمانات الآسيوية تلعب دورا حاسما في بناء جسور الحوار وتعزيز التعاون بين الدول منويا إلى ضرورة توحيد الجهود وتبادل الخبرات وصياغة استراتيجيات مشتركة ترتكز على التكامل والتضامن